متابعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. قامت شركة أبل في المؤتمر العالمي للمطورين 2017 WWDC بكشف الستار عن منتجات وخصائص جديدة، ومن ضمنها خاصية عدم الإزعاج أثناء القيادة التي أضيفت إلى نظام iOS 11. ووصفت أبل هذه الميزة بأنها ستساعد السائق على التركيز، فخاصية عدم الإزعاج أثناء القيادة تستخدم أجهزة استشعار الآيفون لتكتشف متى يقوم المستخدم بالقيادة، وعندها يغلق الهاتف كل الإشعارات أوتوماتيكياً وتبقى الشاشة مظلمة، وسيكون لدى المستخدم الاختيار بأن يتم إرسال رد آلي لأشخاص محددين إذا اتصلوا ليخبرهم النظام بأن المستخدم يقود السيارة في الوقت الحالي ولن يستطيع الرد. أما إذا كان المستخدم راكباً وليس قائداً للسيارة فستظهر له رسالة تقول تفعيل وضع عدم الإزعاج، عندئذ وبكل بساطة سيضغط على أنا لا أقود ويستطيع استعمال الهاتف بصورة طبيعية. سيتم إطلاق iOS 11 خريف هذا العام الحالي كتحديث مجاني للآيفون 5S والموديلات الأحدث، وهذا التحديث سيكون متوفراً للجيل السادس من الآيبود تاتش وتشكيلة من منتجات آيباد الحديثة. لمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المربع .net، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى اللقاء.